معارك عنيفة دارت بين تنظيم دولة الإسلام بالعراق والشام وبين قوات الجيش التابعة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي في محيط مصفى تي بي جي النفطية ومطار تل عفر شمال البلاد. الأنباء تحدثت عن سيطرة مقاتلي داعش على أغلبية منطقات المطار. قوات المالكي ذكرت أنها استعادت السيطرة على قضاء تل عفر، لكن التنظيم نفى ذلك. الغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي العراقي قادت إلى نزوح أكثر من 220 ألف مدني إلى أقليم كردستان. قوات البشمركة الكردية خاضت اشتباكات مع المسلحين من مقاتلي الدولة الإسلامية بمناطق غرب كركوك وشمال مدينة ديالى. المعارك أتت بعد يوم من إعلان الإدارة الأمريكية استعدادها إرسال 300 مستشار عسكري لمساعدة قوات المالكي. إذا أراد يحلها عسكريا فهي ما تنحل عسكريا إلا بالجهود السياسية الدبلوماسية. إحنا هذا نداءنا إلى أوباما. والاتفاقية الأمنية هي تنص على أن تكون حماية الشعب العراقي وحماية مؤسساته هي من واجب القوى الأمريكية. ودعت المرجعية الشيعية العراقيين بمختلف طوائفهم إلى التطوع لمحاربة من أسمتها بالمجموعات التكفيرية. إلى ذلك نادى آية الله العظمى علي السيستاني بتشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول وطني من مختلف المكونات وتصلح أخطاء الماضي.